ازيكم يا جماعه؟ النهارده عندنا توبيك بصراحه very interesting قوي، توبيك جميل جدا، اللي هو البري اي بي او. ايه هو البري اي بي او؟ بري يعني قبل طبعا الاي بي او. طيب تعال نفهم يعني ايه اي بي او الاول، وبعد كده نرجع على البري اي بي او. الاي بي او هو بيستاند فور او معناه initial public offering، يعني معناها لما الشركه بتطرح في البورصه وبتلم فلوس من المستثمرين، بتقدر ان هي بعد كده تبقى متداولة على البورصة، واي حد يقدر ان هو يشتري ويبيع اسهم فيها. هي دي اللي اسمها الاي بي او. طيب ايه مراحل تكوين الشركات؟ عادة الشركات عبارة عن، خلينا ناخدها بمنتهى البساطة، اتنين بيطلعوا بفكرة او واحد بيطلع بفكرة، بتبقى فكرة كويسة جدا اسمها ستارت اب، بتبتدي بعد كده ان هي تلف حوالين الناس وتطلب منها فلوس، لان هو معهوش الامكانيات او المجموعة معهاش الامكانيات ان هي تقدر تكبر الشركة، فبتعمل حاجة اسمها راوند. الراوند ده عبارة عن بيلم بمنتهى البساطة كده بالعربي، بيلف على الناس يقول لهم عايز فلوس، وانا مقابل ان انا عندي فكرة معينة. طبعا عادة قليل جدا الناس اللي بتؤمن بالافكار دي في الاول، فبيلم حاجة اسمها سيد راوند. سيد راوند ده اللي هو بيعتبر بذرة المشروع، عشان كده اسمه سيد راوند. بيبتدي السيد راوند يتحول من البذرة، تتحول الى زرعة، وبعد كده تتحول الى شجرة. الشجرة دي هي الاي بي او لما بيطرح في البورصة. بعد كده مرحلة بقى انها من بذرة الى زرعة، هنا بقى بيجي حاجة اسمها venture capital. بتيجي شركات بتلاقي ان الفكرة حلوة، بعد ما شافتها كده ولقت ان شكلها لذيذ، بتبتدي تضخ فيها فلوس عن طريق حاجة اسمها venture capital، وتاخد حصة من الشركة دي وبتفضل قاعدة فيها. وده كان العرف عادة لغاية لما بيحصل الاي بي او. زمان من فترة كانت الشركات بتبتدي تلم فلوس زي ما قلنا سيد، وبعد كده الفنشر كابيتال اللي هم الشركات اللي داخله بتضخ فلوس وبتؤمن بالفكره، وكان الموضوع بياخد له 3 4 5 سنين وبعد كده بيطرح في البورصه. مؤخرا الفتره اللي فاتت ال10 ولا 15 سنه اللي فاتوا، بعض الشركات لقت ان هي مش محتاجه تنزل في البورصه بدري كده. طب ما يقول لك، طب ما نقعد احنا برايفت قافلين على نفسنا 10 و15 سنه. ايه الفكره اللي في كده؟ الفكره ان قيمه الشركه بتكبر جامده جدا. الفكره ان هو قادر يلم فلوس عن طريق ان هو يبقى برايفت، فينتشر كابيتالز بتخش، مستثمرين بتخش، والناس بدات، مش فينتشر كابيتالز بس، الفتره اللي فاتت حصل تغييرات جامده جدا، بدا كمان يخش بعد الفينتشر كابيتالز انستتيوشنال انفستمنتس، انفستمنتس من مؤسسات. ايه المؤسسات دي؟ ميوتشوال فاندز. اللي مش عارف التيرمز دي يا جماعه يرجع بليز الحلقات اللي قبل كده، انا شارح كل حاجه منهم على حده. عندك ميوتشوال فاندز، يعني فند عادي جدا جردل كبير فيه فلوس بدا يخش يستثمر. عندك هيدج فند، برضو ده نوع من الفاندز، برضو جردل برضو بطريقه استثمار معينه بيخش يشتري. وعندك البنشن اللي هو بتاع المعاشات، ممكن يخش برضو يشتري. الكلام ده ما كانش موجود زمان، كان يا دوبك انت قافل على الفينتشر كابيتال وفي الاخر بيعت كده بيطلع اي بي او. فلما الشركات لقت ان هي قادره تلم الفلوس دي كلها وقادره ان هي تكبر وتعمل ايرادات عاليه جدا قبل ما تخش الاي بي او، يقول لك طب وايه اللي يخليني اطرح في البورصه؟ البورصه لها تحديات كبيره، انت عشان تنزل البورصه لازم تقيم، لازم يبقى العين على فلوسك اللي داخله والخارجه، لازم السي او بيبقى تحت ضغط رهيب وبيطلع في الاعلام وبيدي تصريحات وبيتراقب عليه. فالشركات لو تقدر انها تنجح بالحجم ده قبل ما تنزل اي بي او ما تقدر تشتغل. لغايه لما تنزل بقى اي بي او ده وضع تاني خالص، بيلم بقى ارقام كبيره جدا. عاده زمان مثلا الشركات لما كانت بتطلع على البورصه كانت بتطلع مثلا تلم لها 200 مليون 300 مليون، النهارده الشركات بتطلع قيمتها اصلا السوقيه وصلت لاكثر من 10 مليار. اوبر مثلا كانت وصلت ل 40 مليار قبل ما تخش اصلا على تطرح في البورصه. عندك حاجه اسمها دروب بوكس، دروب بوكس دي اللي هي زي بيشيل المعلومات في الكلاود زي جوجل والحاجات دي كلها، برضو نفس الحكايه. جوجل نفسه لما اتطرح في البورصه كان بيعمل ايرادات 1.7 من 10 مليار في السنه. فيسبوك لما اتطرح كان بيعمل 3.7 مليار في السنه، يعني اوريدي بيبقى في مرحله عاليه جدا ومتقدمه جدا ان هو يبتدي يعمل الاي بي او ويلم الاسهم بتاعه، يلم عائد الاسهم اللي بتطرح. طبعا النهارده يا جماعه عشان نخش نستثمر في البري اي بي او ما هيش حاجه بسيطه، ولا اي حد يقدر يخش يستثمر بالسهوله ديت. احنا قلنا ان بيخش عن طريق انستتيوشن، يا اما فينتشر كابيتال، يا اما فاندز، يا اما حاجات كبيره بتخش. فانت حظك ان انت تقدر، يعني حد زيي وزيك كده ما يقدرش ان هو يخش يشتري في بري اي بي او. عندك مثلا زي اير بي ام بي، اير بي ام بي حققت مكاسب رهيبه جدا، وفي ناس كتيره جدا كانت نفسها تخش تشتري قبل ما يطرح في البورصه، لان بتبقى فرصه استثماريه رهيبه،
وغير كده دور داش اللي نزل برضو في البورصه لسه قريب. كل الحاجات ديت امبوسيبل فودز هتطرح في البورصه. في شركات زي جاست بتعمل بلان بيزد الترناتيف للبيض وللفراخ وللحاجات دي كلها. كل دي شركات قويه جدا وبتقدر بالبليونز اوف دولارز. كل دي شركات لسه ما طرحتش في البورصه. طب ازاي تقدر تخش انت في حته زي ديت في مجال زي ده؟ عاده بيبقى بعض الناس اللي هم الفاوندرز او اللي هم يملكوا جزء كبير بيحتاجوا كاش قبل الاي بي او ما يتم، فبيحتاجوا ان هو يبيعوا جزء من ده. طبعا انت صعب جدا تقدر توصل لهم، يا اما انت ليك علاقه قويه جدا بالفاوندرز نفسهم، يا اما ليك علاقه بناس لهم علاقه بالفاوندرز، فبتقدر ان انت توصل لحاجه زي كده يا اما عن طريق انستتيوشن. فدي طبعا من ضمن الفرص الاستثماريه القويه جدا. غير كده بتستنى طبعا لما تطرح في البورصه، وبعد كده بتبتدي ان انت تشتري شير زيك زي اي حد. اتمنى يكون موضوع البري اي بي او واضح وسهل. هي عمليه بمنتهى البساطه، بتستثمر في الشركه قبل ما تبتدي تطلع في النور، وعاده بتبقى الفرص قويه جدا ساعتها انك تقدر ان انت تحقق مكاسب كبيره. لكن نقطه مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، عاده الناس اللي بتخش وتستثمر في حاجه زي كده بتنتظر لحين تطرح في البورصه والحين ان هي تحقق المكاسب بتاعتها، زي كل الحاجات اللي نزلت اي بي او قويه ازاي ضربت وعليت علو رهيب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم نعمل شير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله.